شكل اللعبة تغيرت، كنت عامل كنترول على كل شي عم بيصير من قبل، بس شكله في مستجدات خلتني أفكر أكتر وعيد حساباتي. إنه يجي يوسف ويقول لي وجود مريم صار خطر عليه وصار لازم تطلع من الفيلا، هذا خلاني عيد عن جد حساباتي، لأنه كل هاي الفترة وأنا عم ببذل مجهود كتير كبير لحتى أقدر أربط الأمور ببعض، بين آسيا، يوسف، كل شي عم بيصير بالفيلا، كل شي عم بيصير مع هالعيلة لحتى أحمي بنتي. أنا الظروف هي اللي خلتني أقبل بكل شي عم بيصير وأقبل بشغل أنا ما كنت ممكن إني أشتغله كرمال بنتي، كرمال أحمية، لأنه بنتي مستقبلها حيكون أفضل بهاي الفيلا. رغبة يوسف أن تضل بالفيلا لحتى يأمن لها مستقبلها، أنا كنت مع هذا الموضوع، لأنه أنا حياتي أبداً ما بتناسب مريم لحتى يكون مستقبلها أفضل أو تكون بأمان. حتى آسيا ما عاد قادر أوثق فيها، لأنه خبرتني أنه إلى عيون جوا وعملي كنترول على كل شيء عم بيصير وبتعرف كل شيء عم بيصير. بس بعد ما اجى يوسف وخبرني هاي الخبرية ما عاد انا اوثق بحدا ابدا. كان قبل بده بنتي تضل معه ومستقبلها ورح يأمن لها كل شيء، هلأ صار وجود مريم بالنسبة لأله خطر. لازم عيد حساباتي، لازم اعرف شو اعمل لحتى احمي مريم وخليها بأمان. لذلك خيوط اللعبة شكلها حتتغير.